بمناسبة الكلام على المديرين الفنيين، طبعا ده شيء انا اتمناه يعني يكون في مديرين مصريين، خصوصا ان في كتير من الاسماء المديرين الفنيين المصريين اثبتوا نجاحات خارج حدود مصر، سواء في دول المغرب العربي او سواء في دول الخليج او دول المنطقة بشكل عام. لكن خليني اخدك لتجربة استخدام اسم من العلامات البارزة في عالم التدريب في السنوات الأخيرة على مستوى كرة القدم العالمية، وتعاقد فنربخشة مع جوزيه مورينيو. ازاي بتشوف او بتنتظر من اسم كبير زي جوزيه مورينيو، وهل من الممكن انك تراهن على نجاح تجربته في الدوري التركي ولا لا؟ نعم، هو يتضور جوعا للفوز ببطولة مع فنربخشة، ففنربخشة الآن ينتظر بفارغ الصبر هذه المرحلة مع مورينيو، والجماهير تنتظر ذلك. وأيضا لدينا منافسة كبيرة مع جالاتا سراي، فجالاتا سراي يؤدي بشكل رائع ويريد أن يكرر الفوز بالبطولة. لديه الفريق الأفضل، الفريق الأقوى، والمدرب الأفضل، والإدارة أيضا أفضل إدارة في تركيا حاليا، وتنفق الكثير من الأموال وتقوم بالتغييرات المفيدة، فبالتالي يريدون أن ينافسوا الفريق الذي يعد ثابتا على مستواه.